السلام عليكم واهلا بكم الى برنامج مسارات. بدأ العد التنازلي ليوم الاقتراع في الانتخابات النيابيه. تكتظ الشوارع ومواقع التواصل بصور المرشحين والقوائم. وتتسابق الاحزاب والقوائم لنشر افكارها وبرامجها علها تزيد حصتها من بيدر الاصوات. نواصل في برنامج مسارات حديث الانتخابات. تعريفا بالاجراءات واضاءة على ابرز بنود القانون واليه الاقتراع. وتبيان بعض المفاهيم كالنسبية المفتوحة والنسبية المغلقة ونسبة الحسم أو العتبة كما نسأل عن الدعاية الانتخابية والإفصاح المالي وتمويل الأحزاب وشروطه وآليته نرحب في برنامج مسارات بالدكتور رائد العدوان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب دكتور أهلا ومرحبا بك مساء الخير أخي الكريم لك الاحترام دكتور والتقدير ناس. دكتور العد التنازلي بدأ ويوم الاقتراع اقترب ماذا بجعبه الهيئه هذه الايام؟ كل جديد اول شيء شكرا لك على استضافتك شكراً لمشاهدينا هذا استحقاق وطني دائما وابدا في جعبه الهيئه كل ما هو جديد الهيئه تمشي بخطى واثقه وفقا للجدول الزمني الذي تم اقراره من مجلس المفوضين وبالتالي بفضل الله وفقا للخطه التنفيذيه والبرنامج التنفيذي المرسوم احنا الان في مرحله بدايه الدعايه الانتخابيه ولربما مجلس مفوضي الهيئه المستقله اجتهد في اختصار كثير من الوقت ليتيح وقت اطول وقت اطول لاعطاء المزيد احنا الان بصدد التقييم ولجان الرقابه للدعايه الانتخابيه انهينا جوله واسعه شملت كل الدوائر الانتخابيه ال 18 حول كامله كامله حول طبعا التقينا بلجان والتقينا بممثلي القوائم المترشحه القوائم المحليه حول تعليمات الافصاح للقوائم الماليه ووجه انفاقها الذي اقره مجلس المفوضين اخيرا. طيب. حكيت عن الافصاح المالي بس قبلها حكيت عن لجان الرقابه، اذا هذول نعم. محورين كثير نعم مهمات، نعم. لجان الرقابه شو حصيلتها كانت دكتور؟ أخي الكريم خلينا نتحدث على عندنا تعليمات تنفيذية خاصة ب الانتخابية اللي هي جزء من الحملة الانتخابية تمام الحصيلة أو هذه التعليمات نشرت وأيضا تم الحديث مع عبر الإعلام عبر المرئي والمسموع و وكل التواصل على أهم ملامح الدعاية الانتخابية حصيلة المخالفات التي تم رصدها باللوحات لأنه أوجه أه الرقابة للهيئة المستقلة وللجان الانتخاب مختلفة ليست فقط على اللوحات الإعلانية هذا مهم <applause> نعم أخي الكريم وأشكرك على سؤالك عندنا 2500 مخالفة تم رصدها من قبل كادر الهيئة المستقلة للانتخاب ومرقبي الدعاية الانتخابية في لجان الدوائر المحلية هذا واحد 2500 مخالفة <الفين> هاي كوادر الهيئه اللي نعم. تمام تعاملت كوادر الهيئه وكوادر لجان الانتخاب لجان الانتخاب ويتعلق يتعلق بالامانه عمان تم ازاله لغايه اليوم الساعه 12 10500 لوحه دعايه مخالفه اما بتكون موجودة على الأرض ساقطة أو بتكون تهدد السلام أو تحجب الرؤية يعني حكيت عني دكتور الموربين. يعني حكيت عني يعني نعم. بصراحة هذه المرة يعني كان في شيء آه غريب كلنا بدنا الانتخابات كلنا بدنا جو الانتخابات لكن نعم. الجميع ملاحظ انه ما سمي بالتشوه البصري في لوحات مش بس بتعيق بتاثر على السلام العامه بالشوارع صحيح. بصراحه فيعني انت قلت حتى اليوم الساعه 12 10 آلاف مخالفه هاي داخل العاصمه عمان داخل العاصمه عمان حدود امانه عمان 10 آلاف مخالفه تم ازالتها الوجه الاخر اللي هو بتحدث عنه الماده 26 الماده 27 من التعليمات تتحدث عن او عفوا من القانون تتحدث عن بعض المخالفات او الدور الرقابي الذي تقوم في هيئة واطر بالتعليمات التنفيذيه للدعايه الهيئه المستقله للانتخاب تقوم بعمليه رصد ما ينشر على مواقع او منصات التواصل الاجتماعي في هذا سؤال عنك. هذا سؤال مهم دكتور نعم. انتم بس الدعايه اللي بتشوفوها بالشوارع ولا كمان اللي بينتشر على السوشيال ميديا كل ما ينشر شو التفاصيل دكتور سيدي كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي يرصد في الهيئه كامل. كاملا طبع. في فريق فني متفرغ على مدار الاربع وعشرين ساعه ويتم أخذ الإجراء إذا أردنا أن نتحدث عن إزالة البوستات عن عملية تطبيق أحكام التعليمات في عدم التعرض لمرشح في عدم الشتم في عدم نشر الكراهية في عدم الادعاء بمعلومات مغلوطة هذا جزء كبير تقوم به الهيئة في إحصائية دكتور وعند ولا, ولا أكيد آه. في إحصائية لكن للأسف مش عندي لكن طمع. أنا يعني اليوم أنا على اطلاع بحدود ثمن بوستات إن شاء تمام يعني بتم التواصل الفوري مع اللي بنزل فوري. البوست في فريق آه بتم الاتصال مباشرة تمام من الهيئة أو من خلال هذا الشخص بيكونوا عارفين وينهم مثلا من خلال المراقب الميداني للجنة الانتخابية التي يتبع لها هذا الشخص طب في حالات بتودوها للقضاء؟ يعني في حالات أنتم بتحلوها مباشرة؟ بس في حالات بتروح بعض للقضاء؟ الحالات فضل التي عوقب بست شهور هي عملية رصد تمام من خلال الرصد اللي حاول يبيع صوته مم عرض صوته وصوت أسرته للبيع وتم حالته للقضاء وحكم بعقوبة ست شهور ست شهور صحيح نعم صحيح ايضا جزء من الرقابه اللي بتقوم فيها هي هي مراقبة مؤسسات الاعلاميه على موضوع لانه في نص واضح بالدعايه الانتخابيه بالتعليمات التنفيذيه تتحدث عن المساواه والعداله بين المترشحين سواء كانت قوائم او قوائم حزبيه طيب دكتور ليش هذا مهم يعني ومعك نتفق يعني اسف عفوا للمقاطعه لانه مشان ما تكون بعض البنود القانون انها تكون مجرد شعارات العداله والمساواه بين المترشحين وعلى ارض الواقع يمارس مخالفات أو شيء عكس ذلك اليس كذلك دكتور مئة بالمئة اللي بتحكيه واحنا ملتزمين بروح القانون وليس بالقانون ومعنيين بتطبيق جميع احكام وللامانه هذا ديدن عمل الهيئه المستقله لما تاسست صحيح. واريد لها ان تكون هيئه دستوريه ومستقله وبالتالي صحيح. هذا جزء من الاعراف والتقاليد في عملها طبعاً. ايضا تقوم الفريق الرقابي بالهيئه مراقبه موظفي المؤسسات الحكوميه بحيث استخدام حاجات الناس او هذه المواقع اللي موجودين فيها للدعايه الانتخابيه لشخص ما او هذا مهم كمان مشان ما مش ياثر على اراده الناخبين بصراحه آآ آآ ايضا نراقب عمليه السيارات الخاصه الحكوميه والتي تتبع مؤسسات الدوله والوزارات والشركات التابعه للحكومه في مخالفات بهذا الشان لغايه يعني الان للامانه ما رصدنا اي يعني بحاجة. ما لقيتوا سياره حكوميه مشان هذا المرشح او هذاك المرشح؟ لا, لا لا للامانه للامانه مم. وما وجدنا لغايه الان النص واضح انه الموظف الحكومه بالاخير اردني ومسموح له يناصر مرشح وقائمه هو الحديد في داخل المؤسسه الرسميه او المؤسسه الحكوميه تعرف ليش من مره هاي دكتور يمكن كانت شويه صعبه لانه كلها تم نعرف بناء على التعديلات يعني على التعديلات القانونيه الجديده وقصه الاحزاب والانتماء للاحزاب صار في كثير حتى من الموظفين الحكوميين هم كمان اعضاء باحزاب والان في عنده انتخابات ف صحيح. والتعليمات انه ان لا يتدخل بال الانتخابات فبتعرف هاي دائما الحد الفاصل فيها صعب صعب نوعا دكتور. ما دكتور زي ما تفضلت مزبوط ودائما الاتهاميه جاهزه صحيح الكيديه للامانه المتعامل بكافه الشكاوي اللي وارده للهيئه بمنتهى الجديه لاول مره لجنه الانتخاب تواصل معالي الرئيس عندنا مشكور مع معالي وزير العدل مشكور وتم تسميه باحثين قانونيين على مستوى الدوائر ال 18 م. بمعنى اي شكوى يتم ببياناتها يتم التدقيق فيها من خلال شخص مختص قانونيا بتكييفها عندنا مجموعة من الشكاوي بلغت أربعين حفظ منها كثير لأنه تبين كيدية وما معها أسانيد ولا بينات مم. بس كيدية فالادعاء موجود يعني في شيء راح للقضاء في شيء تم محاكمته لكن في كمان كيدي في تسع حالات لرشاوي انتخابية الآن محالة تسعة تسعة محالة للقضاء عدد عدد القضايا التي أو, أو عدد الحالات لأن ما بدي أقول عن القضايا عدد الحالات التي تم التوصل إليها سواء من عملية الرصد من الهيئة أو من عملية مبلغين أو من خلال عملية لجان الانتخاب أربعين حالة تمام الذي أحيي طبعا كل قيد التحقيق في جزء منها حفظ في جزء حكم في جزء حفظ لدى القضاء في جزء الان محول الى القضاء قيد التحقيق بتسع قضايا اما حول للمدعي العام او للمحكمه المختصه يعني متعلق مشان ادقق بالرقم دكتور متعلق بالرشاوى الانتخابيه نعم سيدي. 40 قضيه 40 قضية. قضيه تسعه منها الان منظور امام القضاء منظور امام القضاء قيد تمام. التحقيق قيد التحقيق نعم سيدي طيب كنت دكتور انت تحكي بانه اوجه الرقابه على قصه الدعايه الانتخابيه ذكرت كثير او عدد من هذه الاوجه سواء ما يتعلق باللوحات سواء مواقع التواصل الاجتماعي في اوجه اخرى بتقوم فيها الهيئه بالرقابه على الدعايه الانتخابيه يعني هذا ما حدده القانون حدد القانون احنا تمام. احنا قلت لك نتعامل مع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني مع الدائرة الحكومية في حالة استدعاها إحدى الدوائر استدعت أربع أحزاب تم جمزيه سؤال إلها في محافظة الزرقاء ليش دعيتوا أربعة والباقي ما دعتوا م. طبعا ما كانوا يعرفوا آه، هذا مهم هذا هذا جزء ايضا هاي حاله مهمه مثلا اه يعني جزء. مؤسسه دعت جزء نعم. من الاحزاب تمام وهذا عبر هذه المؤسسه الوطنيه بحد أوجه انه على كل المؤسسات التعليميه على كل مؤسسات المجتمع المدني على كل البيوت خلينا نقول انجاز التعبير المؤسسات الاقتصاديه الان تلعب دور كبير زي غرف التجاره غرف الصناعه اذا رغبت بالاستماع الى برامج الاحزاب نتمنى منها ان تتوخى العداله والمساواه باتاحه هذا المنصه المهمه سواء كانت اقتصادية او اجتماعيه او اداريه او سياسيه ان تكون على نفس المسافه من كافه القوائم المترشحه سواء كانت قوائم محليه او قوائم حزبيه تمام دكتور قبل قليل لما حكيتوا عن الجول اللي عملتوها ذكرت قصه الافصاح المالي ولعل هذه القصه من القضايا المهمه واللي بدها مزيد من الاضاءه بدايه ما هو الافصاح المالي الافصاح المالي اولا قبل ما أعرفه هو لم تأتي فيه الهيئة المستقلة من باب الترف أو من باب التقييد على القوائم إنما وجدت النصوص 25 26 27 من قانون الانتخاب تتحدث عن ضرورة أن تقوم القوائم المالية أو عفوا القوائم المحلية والقوائم الحزبية بالإفصاح الإفصاح أن تحدد مقدار انفاقك للحمل الانتخابية بما فيها الدعاية الانتخابية م. بسقف لا يتجاوز المئة ألف دينار للقائمة المحليه و500 الف دينار للقائمه الحزبيه وان توضح في موازنه تقديريه اوجه الانفاق تمام يعني بتقول انا موازنتي 10000 دينار كوادر لدعم الحمله الانتخابيه تبعي بدك تورجيني بالنهايه 10000 كيف صرفتهم النقل كل... الدعايه شغله بسيطه تمام نعم يعني كل قائمه سواء محليه او عامه نعم لدى الهيئه بدها تحط يعني تحط ورقه موازنه نعم. انه انا شو هي اوجه الصرف نعم. لدي طيب نعم. بس إيه. تفضل الماده 26 تفضل طلبت من الهيئه ان يكون هناك افصاح للقوائم م. وان يكون هنالك نموذج للقائمه المحليه ونموذج للقائمه الحزبيه ويكون هنالك تعليمات تنفيذيه عن كيفيه تقديم الافصاح طيب دكتور بصراحه هذا اطار نظري ولا قابل للتطبيق بمعنى طب. انا ممكن اقدم بس بالنهايه على ارض الواقع اصرف اكثر من هيك سيدي مين يراقبني؟ سيدي سيدي انا التجربه جديده والقانون واضح تحدث عن قوائم ولا يتحدث عن مرشحين تمام خلينا نفرز او نفصل بين الذمه الماليه للقائمه والذمه الماليه المترشح. تمام هذا مهم المترشح سقفه مفتوح سقفه مفتوح سقفه مفتوح, مفتوح, مفتوح تمام الحديث عن القائمه على الانشطه المشتركه في القائم المحلي وقال الحزبيه القائم الحزبيه عندي واضحه لانه حزب متمني هذا الموضوع ما عندي مشكله ال ال القضايا ال ال ما بقول المحرجه القضايا التي قد يحدث فيها لبس تحركت لجنه شكلها معالي الرئيس برئاسه الامين العام وعضويه البنك المركزي عضويه جمعيه البنوك عضويه وحده مكافحه غسيل الاموال هيئه النزاهه والفساد وانا رافقتهم على كل الدوائر المحلية تم الحديث بدقة التفاصيل والتمييز ما بين الذم المالي المترشح طبعًا. وما وجب القانون من إفصاح على القائمة المحلية طبعًا. التعليمات حددت أظن بالمادة الرابعة أوجه الإنفاق للقائمة طبعًا. فواضح اليوم واحد بيسألني بإحدى اللقاءات يقول يا أخي واحد طالب مناديب للحملة الانتخابية مسموح مم. واحد طالب سيارات صحيح. مسموح طبعًا. واحد طالب كوارد بشرية مسموح بس بده يكون واضحهم بده يا سيدي يهدد الموازنه تبعهم وبده لما يدفع يكون مثبت بموجب وصولات لانه ميلي او الجهد او العمل الرئيسي طبعا مش هو اللي بيشتغله م. القانون ايضا اشترط وجود محاسب قانوني مرخص تمام لانه العمليه مش عمليه ارتجاليه يجيب الفواتير يجب ان تؤطر ضمن موازنه تقديريه اجتهدت اللجنه واجتهدت الهيئه واعطت الخطوط العريضه حتى نوضح ما الهدف وما المقصود وما اهم الاهم في الموازنه التقديريه الموازنه التقديريه تشتمل على اربع عناصر ال التبر مش التبرعات انجاز التعبير تبرعات الاعضاء تبرعات غير الاعضاء النقديه التبرعات العينيه و اه... كيف بدي اصيغها؟ ما يقدم النائب عينيا لها، مثلا عنده سيارات عنده شركه باصات بيقدمها، مم. هذا مثبت مرشح طبعا آه. واضح بمقابله اوجه الانفاق تمام أو المبالغ المرصودة، رصدت ألاف دينار لسيارات، بدي فواتير ب ألاف دينار، شغل اللجنة مطابقة ما أفصحت عنه وما قدمت لي إياه، طيب. غير هيك مش مطلوب من اللجنة متى بسوي الحساب الختامي لل آه بعد 14 يوم أو تقديم التقرير آه الحسابي للقائمة حتى أحدد اليوم بعد سبع أيام، أول شيء الإفصاح بيقدمه بعد أو خلال سبع أيام من تاريخ قبول الطلب، يغلق الحساب بعد سبع أيام م. له وعمليه الاغلاق 14 يوم تقدم تقرير الحسابات الختاميه للقوائم خلال 14 يوم من تاريخ تسليمها لها هذه الهيئه ملزمه فيها خلال 30 يوم من نشر النتائج بالجريده الرسميه م. مش بعد 30 يوم خلال 30 يوم تمام يجب على القائمه المحليه او القائمه الحزبيه من خلال المحاسب القانوني تقديم الحساب القائم الختامي لمصاريف او افصاح المالي لموازنه طيب المحل. بديش اروح كثير بالتفاصيل بس سؤال لانه مهم فرضا الحساب الختامي بعد هال او خلال ال 30 يوم ما طلع مطابق شو بيصير سواء القائمه المحليه او القائمه العامه عالجته الماده 65 بنفس واضح تمام الهيئه ترفض البيان الختامي لاربع حالات الحاله الاولى انه يكون هنالك مصادر تمويل غير مصرح بها تمام مصادر تمويل غير مشروعه بيانات تم تقديمها ثبت للهيئه انها مزوره م. يجوز اثنين بالقائمه واحد نجح وواحد ما نجح يروح يقول والله زوروا وما جاب يعني مفتوح باب الهيئه لتلقي اي معلومات قبل او اثناء تقرير تقديم ووجود تلاعبات بالحسابات الخاصه للحمله الانتخابيه فاربع حالات الهيئه لها ان تقرر لها ان ترفض هذا الحسابات او بيان الحسابات الختامي وللمتضرر ممثل القائمه له ان يلجا الى المحكمه المختصه للطعن بقرار الهيئه تمام نعم شو بصير بعد هيك يعني بعد هيك يعني بعد هيك اذا 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 قالت الهيئه انه في اشكال وراح للقضاء والقضاء قال في اشكال شو بده يصير القانون عندنا شو حكى عندنا القانون اذا ها. تم رفض البيان او تقرير الحسابات الختامي وفقا للذكرت لك اياه الاربع حالات اولا يلزم مرشحي القائمة الحزبية بالتضامن بدفع نصف الحد الأعلى للقائمة إذا كان قائمة بيدفع يدفع خمسين ألف وإذا كان قائمة حزبية بيدفع يدفع خمسين ألف آه القضية الثانية حرمان المترشح الذي ثبت أن هنالك تلاعب بالبيانات من الترشح في الدورة الانتخابية التالية قد يصل في بعض العقوبات إلى سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب م. هذا ما نصت عليه الماده 65 في حاله المخالفات الاربعه، في حاله المخالفات البسيطه مثلا تجاوز 50% بالمية من الحد الاعلى اللي ذاكره، طبعا انت مش شرط تحط 100 هو قال حد اعلى صحيح ممكن يحط 10000 صحيح يحط 10 20000 صحيح هو حده الاعلى نعم. للمحليه 100 وللعامه 500 500000 انا قال خمس... خ... آ... 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 15000 وجدنا انه دافع 20000 هو بدفع ضعف المبلغ اللي او مقدار المبلغ اذا اقل من 50% او لغايه 50 بدفع مقدار المبلغ اللي, اللي 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 تجاوز فيه اذا تجاوز الى نسبه 100% بدفع 100% من حجم الت او ضعف المبلغ اللي تجاوز, اللي تجاوز. فيه فعندنا م. غرامات ماليه تتعلق في خطأ تمام غير مغطى بالفقره أ من الماده 65 بالأربع حالات اللي ذكرت لك اياهم لك ول مشاهدينا تمام بس للتاكيد لانها كانت قضيه مهمه وبالتاكيد بجولات كل اللي عملتوها وضحتوها لكل سواء القوائم المترشحين ان الافصاح المالي للقائمه مختلف عن افراد القائمه نعم. ولا المترشحين وراحه كبيره لدى كثير من المرشحين فلسفتها الرئيسيه العداله دكتور العداله وبدي اعرف مصادر التمويل تمام. وبدي احد من الرشوه الانتخابيه بدي اعرف هاي القوائم واخي الكريم هذه لربما واجهنا بعض المشاكل الفنيه. زي ايش دكتور؟ يعني عدم م. تقبل الناس لها، وجود مرشح. م. انت الان مع الاحكام, الأحكام الانتقاليه لقانون الانتخاب م. ان شاء الله كنا منطولين الاعمار 20 28 راح يكون 50% حزبي. صحيح. يعني مشاكلنا مع القوائم المحلية والمترشحين داخل القوائم تتقل عشرين اثنين وثلاثين يعني لا نريد أن ننظر على هذا المطلب الفني لتحقيق العدالة أو تحقيق حكمية رشدية وترشيد الانفاق ومعرفة مصادر الأثر مباشر فقط الآن لا بده يمتد أثره هذا سيمتد تمام وسيكون واضح على العشر سنوات البقر إن شاء الله للمجالس الثلاثة القادمة تمام طيب أه حكينا عن الـ الـ الإفصاح المالي وهذا أمر أه كمان مهم ومين بيراقب عليه بالنهاية الهيئة وأذرع الهيئة التي تقوم أيضا بعمله طيب دام نحكي بالأمر المالي أيضا بتور تساؤل عن قصة تمويل الأحزاب ونظام تمويل الأحزاب آليته آه دكتور ونعطي تصور سريع عنه قبل ان ندخل في بعض التفاصيل. نظام المساهمه الماليه لدعم الاحزاب رقم 15 لعام 2023 جاء بشكل مختلف عن كل النظام المساهمات مختلف السابقة. عن السابق السابقة كان يعطي على الموقع، كان يعطي على المؤتمر، كان يعطي على الاجار، كان يعطي على كل شيء، الان اللجنه التي وهذا يعني من نتاج وزاره الشؤون السياسيه مشكوره لانها هي المعنيه باصدار هذا النظام لانه هذا تمويل حكومي تمام واحنا مش مؤسسه حكوميه وبالتالي استشرنا بهذا النظام وكان لنا بعض الايضاحات فيه هذا النظام قائم على مدي استمراريه الحزب وفوز منتسبي ومرشحيه في مقاعد انتخابيه يعني طبعا. التمويل على مقدار إنجازك في الانتخابات، ليس مربوط زي ما كان أجور ومجلة وقضايا قضايا تفصيلية تمام آه كنا بنعرف كيف آه كانت تتم، وبالتالي أعطى حالة واحدة كل أربع سنوات بيعطي للحزب 5000 دينار للمؤتمر العام تبعه، المؤتمر العام, العام بده يكون وفقا لأحكام آه قانون الأحزاب أن يعني ينشر بالدعوة عنه فقط 5000 دينار كل كل أربع سنوات 5000 دينار أربع سنوات، تمام. آه دون ذلك م. الآن إن شاء الله بعد 10 تسعة كل الأحزاب التي سيفوز طبعا في حد اعلى تمام 120 الف دينار الحد الاعلى مم للعضويات يعني لمدى آه يعني 12 كل نائب بفوز لحزب بياخذ 10 الاف دينار كل نائب مم للحزب بحد اعلى 12 واحد 12 تمام الف تمام كل واحد 12 الف كل واحد كل واحد 10 كل واحد, كل واحد 10 الاف 10 الاف بحد ال 12 واحد تمام اعطينا بونص لتحفيز الاحزاب مم على ترشح المراه والشباب اخذت المراه والشاب وذوي الاعاقه 20% بونص او زياده طبعا. على 10000، بمعنى اذا كان النائب شب من الفئه العمريه من 25 ل 35 باخذ 12000، اذا كانت سيده 12000، اذا كان من ذوي الاعاقه باخذ 12000. طيب كيف بدكم تشجعوا كمان الاحزاب اللي ما عندها اصلا قدره ماليه؟ ما هو كمان يعني صحيح صار في كثير تعديلات والهدف الاهم لهذا النظام انه تشجيع من وتحفيز الاحزاب للوصول الى البرلمان وبالتالي قديش بحصل قديش انا بتكون تمويلي صحيح نعم. دكتور نعم. طيب نعم. مو كمان أنا كيف بدي أحفز إن الأحزاب مشان أخليها كمان آآ آآ تشتغل يعني هسه ممكن الحزب من أول مرة من أول دورة انتخابية ما حصل بشكل الجيد يعني أنا كيف راعت القصة هاي راعت وصوله للعتبة وصوله للجزء من العتبة صار في مراعاة للقصة؟ أكيد سيدي أشكرك على السؤال مم مم أي حزب يجتاز 50% وزيادة من العتبة ثلاثين 30000 دينار اه تمام نعم آه بوخذ 30 ألف دينار يعني مش فقط انه بوخذ ال 5000 كل اربع سنوات لا سيدي اذا وصل لنصف العتبه نعم تمام لا يعني هذا جزء من التحفيز على الاقل جزء من التحفيز لعمليه الاندماج كل حزبين سياسيات بيندمجن اذا اندمجن بعد عشرة تسعه بيبقوا كل سنه ياخذوا 10000 دينار كل حزب باخذ 5000 دينار وهذا قابل اذا دخل حزب ثالث بصير 15 اذا دخل حزب رابع يعني الان في عندنا مجموعه من التحالفات فيها خمس حزب احزاب اذا تجاوزت العتبه وان شاء الله الكل يعني ياخذ بيده اذا فازوا واضح المسار باخذ مبلغ اكبر من لتجاوز العتبه للاحزاب يعني 120 لعدد الاعضاء ايضا في 3000 دينار لكل عضو مجلس بلدي وعضو مجلس محافظه مم. اه مهم آه. كمان مش الربط مش بس بالانتخابات النيابيه نيابية. طيب لا سيدي على كل هذا مهم ف... كل الهياكل المنتخبة على مستوى المحلي وعلى تمام مستوى المتوسط اللي هو المد اللي هو مستوى المحافظة هذا واضح لكل الأحزاب بالتأكيد الهيئة خاطبت الأحزاب وفي لقاءات دائمة معها وأرسلنا تمام النظام ونشر النظام بالوسائل الإعلام وخرجنا على الإعلام المرئي والمسموع تم الحديث عنه فأنا عندي فرص كثيرة ل... اعطى فرصه لدمج الاحزاب واخذ مقابل مالي تجاوز العتب بنسبه 50% واعلى له الفائز له لذلك راعينا الى حد اخي الكريم ايضا لا يقل ان يوجد احزاب ما لها ممثلين صحيح في في بالنهايه الحزب هدفه الرئيسي شو الوصول شو شو الى قبه البرلمان صحيح لك قضيه انه كيف ستستطيع الاحزاب تغطيه حملتها الانتخابيه الأخير في مرشحين هم اللي بده يغطوها حتى لو كانوا عزبيين صحيح يعني كل الاحزاب ما عندنا خيار اعطاء التجربه المغربيه بتعطي نوع من التسليف للاحزاب لكن حزب انحل بدك تحاسب مين صحيح او ما نجح مزبوط طيب حاسب انا اذا اعطيته مبلغ كيف بدي احصله منه بالاخير تتحدث عن اموال يعني من خزينه الدوله الاردنيه وانت شايف الوضع الاقتصادي يعني هي دكتور قصه يمكن شائكه جزء منها اللي تفضلت منه جزء كمان انا كيف بدي اخذ بيد بعض الاحزاب جزء مشان ما اترك الساحه للاحزاب اللي معها مصاري يعني كمان القصه سمحت سمح, سمح آه. بالتبرع العيني تمام وسمح بالتبرع المادي م. واعطي من يتبرع تسهيلات او اعفاءات في ضريبه الدخل تمام واضحه بالقانون يعني عومل من يتبرع للعزب معاملة خاصة بحيث انه نحفزه كثير من الاحزاب استطاعت برضو بدها اجتهاد من خلال القائمين على الاحزاب صحيح الأحزاب صحيح و... الاحزاب و... عليها ادوار الدول كمان صحيح عليها دور بيجي القانون والنظام يسهل من عملها بس الجزء الرئيسي والشغل الرئيسي على الاحزاب ذاتها 100% دكتور طيب أه كثير مهم بقصه اللي تحدثنا فيه قصه سواء الافصاح المالي ولا قصه الـ الـ ايضا التمويل. دكتور من خلال جولاتكم اللي بتعملوها بشكل دائم، كان في اشكالات او طروحات رئيسيه من قبل القوائم سواء العامه او المحليه للهيئه، يعني تعاملتوا معها، اكتشفتوا في تفاصيل معينه، هون بدنا بدها شغل بشكل مكثف اكثر، اكيد في كانت ملاحظات ابرز الملاحظات اللي بتردكم تحديدا مش من المواطنين والناخبين نعم من القوائم سواء العامه او المحليه يعني للامان القوائم الماليه الان او عفوا القوائم المحليه والحزبيه عمليه الانسحابات انسحابات وانا حاب اوضحها يا ريت الانس... احنا ل 28/8 عمليه الانسحاب من القوائم لكن ليس القوائم الحزبيه، القوائم الحزبيه ثابته وستبقى كما هي واذا واحد قدم انسحاب لن يسحب سيبقى رقمه والله نعيد دكتور هذه مهمه اول شيء بالنسبه أهم لعب... إيه لقصه الآن الانسحابات الانسحاب او شيء القان... العام اجاز القانون العام لا يجوز الانسحاب لا يجوز الانسحاب لا يجوز انتهى لا يجوز الانسحاب منها طب لا سمح الله لا سمح الله بعيد الشر عن الكل مات. حاله وفاه بظل رقمه ما عندي مشكله اه ما ف... لانه هو اصلا بالورقه ما في اسماء هو في نعم هلا تت... اسم لحزب. ترتيب, ترتيب. القائمه بحزبه تمام اذا لا سمح الله توفاه الله هذا الفائز بيجي اللي بعده اللي بعده لانه هذا مقعد للحزب تمام وهذا يسموها القائمه النسبيه المغلقه تمام وهي راح نجي لها للشرح بعد تحت أمر. هذا هل... هذه هذ العامه اذا نعم. انتهى ما في انسحابات ما في انسحابات المحليه المحليه جزء الانسحابات لمتى يعني ل وعشرين ل 28 بس الانسحاب لا يؤثر على القائمه شروط تشكل القائمه تحقق حتى لو كانت بالحد الادنى اصلا قدر. حتى قدمي. مثلا انا آه. بدي اقول لك محافظه فيها حد ادنى تنافس اثنين وحطوا فيها كوته وفيها كوته مسيحي تمام ما بقى واحد انسحب منها ظل واحد مم. ما بشتغل القائمه القائمه ستبقى 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 تمام, ستبقى. تمام. نعم هذا ما دام لحد بعد 28 8 قبل 28 قبل 28. 28. 28 ستثبت ستثبت القائمه نعم. مهما حصل يعني مهما حصل القائمه تثبت نعم. تنزل بالنهايه نعم. مقصود ثباتها انها يوم الاقتراع بدها تكون موجوده على دفتر نعم يعني اقتراع. ان شاء الله سيتم طباعه الدفاتر الاقتراع للقائمه المحليه بعد ثبات القوائم المحليه تمام آه وما دام جبنا عسيرة الـ 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 الاوراق ذكرناها بكثير من الحلقات لكن لا ضير من باب الاستفاده للساده المشاهدين وايضا المستمعين شكل دفاتر الاقتراع انه المره هاي بده يكون عندنا نعم. ورقتين دكتور نوضحهم نعم. بالعامه وبال الكريم الورقتين ارتبطن بوجود صوتين للمواطن الاردني تمام وهي كثير من الاستفسارات انا اذا صوتت للقائمه بصير اصوت للثانيه م. نعم للمواطن الاردني صوتين صوت للقائمه المحليه في المحافظه اللي بسكن فيها او بالدائره الانتخابيه اللي بسكن فيها لانه عمان ثلاث دوائر وربت دائرتين وصوت للقائمة الحزبية على مستوى الدائرة العامة تمام القائمة أو القائمة الحزبية على الدائرة العامة هي صفحة واحدة كبيرة A3 مرتب فيها لعمودين وفقا للقرعة اللي تابعوها كل الأردنيين عبر آآ آآ محطات التلفاز والكل شاهد الشفافية والإجراءات والحمد لله على الهواء مباشرة الحمد لله رب العالمين بمنتهى الشفافية والنزاهة تمت ونالت كل الرضا الناس وهذه الورقة مقسومة إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة وموجود اسم الحزب وموجود الرمز وموجود خانة بيضاء لوضع الصح عليها تمام فيستطيع الناخب يأخذ الرقم ويحفظ الاسم ويحفظ شكل الرمز فهذه وهذه موجودة فيها عناصر حماية عديدة لا يمكن تزويرها تمام لا يمكن باي حال تزويرها هذا شكل قائمه الاقتراع علامات ورقة. امنيه موجود بالورقة. علامات امنيه نعم تمام. اكثر من ست علامات, علامات أمنية, امنيه موجوده فيها هذه شكل ورقه الاقتراع للقائمه الحزبيه تمام حكم عدد اللجان ما زبط معنا على ورقه واحده لانك انت بتصوت على نظام قائمه نسبيه مفتوحه يعني هذا انت تختار الان نتحدث عن القائمه المحليه المحليه تمام هذا دفتر دفتر ايضا عملية ترتيب القوائم فيه وفقا للقرعة اللي صارت صحيح بكل بكل دعم. قائمة رقم اولى واحد فيها اسماء وصور وخانة للتعليم يستطيع الناخب ان يصوت للقائمة كلياتها يستطيع ان يصوت لشخص يستطيع ان يصوت لكوتة يستطيع ان يصوت لشخص وكوتة يستطيع ان يصوت اثنين على المسار التنافسي الخيار المطلق لل مقترع أو للناخب التصويت على من يريد فيه وحتى لو ما صوت وضع دفتر الاقتراع أبيض سيحسب صوته أنه مقترع صحيح وسيكون مقترع صحيح وتحسب ورقة بيضاء مئة صحيح. حالة ثالثة إذا علم على القائمة القائمة بتأخذ صوت بس اللي فيها ما بأخذ. ما بأخذ صوت إذا علم على واحد القائمة بتأخذ صوت حتى لو ما علم على اسم القائمة م. فالقضيه سهله وواضحه طيب سهله وواضحه اكيد وهذا مهم التوضيح لكن بقصه الحسبه بتفرق دكتور ممكن تسوي اشكال ولا ايضا واضحه لكل المترشحين تحديدا بالقوائم المحليه بمعنى انه اجى صوت للقائمة، بس والله ما اجا لا مع حفظ الالقاب، ما اجا لرائد ولا انس بالقائمة، كيف بدها تنحسب؟ بتنحسب للقائمة. للقائمة للقائمة تحسب للقائمة انا تتجاوز عندي... العتبة يا سلام عليك، طمع. عندي مرحلتين للتنافس تمام مرحلة للقائمة م. والمرحلة الثانية اللي بتجاوز العتبة داخل القائمة تمام آه. طيب مدام جبنا سيرة العتبة مهم كمان ايضا آه جزء من ما وضعه قانون الانتخاب آه قصة نسبة الحسم او العتبة دكتور نوضحها بشكل مبسط بالدائرة العامة نعم. وبالدائرة المحلية في الدائرة العامة للقوائم التي تجاوز عتبة 2.5% تمام اشترط المشرع أن يكون حدا أدنى ثلاث قوائم في حالة نجح قائمتين بنبلش ننزل نصف بالمئة حتى يوصل حد أدنى ثلاثة ترى قد يكون النصف بالمئة طلع خمس قوائم مم. لا ضير بذلك لا ضير بذلك تمام عملية احتساب العتبة 2.5 من أصوات المقترعين اثنين ونص من اصوات المخترعين وليس تمام الناخبين تمام. هذا واحد هذا مهم مشان الناس يعني كمان لانه بصير فيها لغط نعم. اعداد الناخبين بالاردن 5 مليون و 100 ألف او 150 الف مية اعتقد 111 الف لا تحسب العتبه على هذا الرقم تحسب يسه من اصوات المخترعين على مستوى المملكه صحيح يعني 2.5% لو صوت 2 مليون العتبه 50 الف تمام لكن اذا بدي على عدد المخترعين على 2.5% بدها تطلع 125 ما حدا بينجح ما ناس <applause> احنا لا احنا ما صوتوا ما حدا وصل يعني احنا لو بصوتوا 5 مليون تمام مختلف شيء عظيم صحيح إشي. 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 لكن عظيم. الحسبه هي على اصوات المخترعين صوت فرضا 2 مليون تقريبا بدها تطلع العتبه 2.5% آه بدها تطلع العتبة. كيفيه حساب تمام. وزن المقعد داخلها ايضا طريقه مختلفه تمام كل القوائم التي لم تتجاوز العتبه تؤخذ أصواته وتخرج خارج الحزب تمام نفرض عندي ثلاث قوائم هاي الاصوات الضائعه دكتور ها هلا هلا هذه اصوات غير قابله للتجير على نظامنا الموجود تمام واعتقد انه في دول سبقتنا بالديمقراطيه تجير هذا الموضوع وهذا موضوع اخذ جدل كبير صحيح باللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السويه والملكيه لتحديث المنظومه السياسيه وكان قضيه تجير الاصوات في هذه المرحله لا القانون بيسعفنا النظام الحالي لانه انا عندي قائمتين مم. ولا 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 التجربه بتسعفنا على هذا الموضوع تمام. وانا ما بقول هذه اصوات يعني طب انا بدي اقول لك لما بكون الدائرة في دائره فيها مئة ألف واللي بنجح فيها مقعد واحد 10000 ما انا حضرت 90000 90000 صح الفكره موجوده على نظام القوائم وعلى نظام العتب وعلى غيره في عمليه احتساب القائمة نفرض انه في اربع قوائم فازت مجموع هذه القوائم هو المقام يعني نفرض مليون صوت مم. فحصلت هذه الاربع قوائم تمام مليون هذا صرف. بكون المقام تمام القائمه الف بتجيب نفرض 200 الف بحط 200 الف على مليون ضرب 38 مقعد ما بحسب على 41 مقعد صحيح لانه في مقعدين مسيحي وانا المسيحيين ومقعد لا آه شركسي آه او الشيشاني يعني. شر شركسي او شيشان يعني. صحيح فهي الحسبه با نفس الشيء حصلت على 250 الف على مليون ضرب 38 بيطلع معي رقم وكسر تمام وقد يطلع معي رقم صحيح تمام عمليه احتسابها ببلش بالقوائم بالرقم الصحيح بالرقم الصحيح تمام اذا بقي مقاعد بروح على باقي على الكسور على الكسور الاعلى لا هو الباقي الاعلى تمام وهيك بتتم عمليه الاحتساب هذا اذا بشرح مبسط ورح آه وراح نشرحه بحلقات قادمه ايضا يلي على الشاشه يعني تكون المره تمام, من تمام. على اللي الشاشه بامانه حتى يتم مية وضع الفرضيه و... مية وينحسب واضح. قريباً قريباً بإذن الله. إن شاء الله. آه هذا بالنسبة للقائمة العامة. ماذا عن آه القائمة المحلية؟ العتبة 7 تس تسمح لي بس آه آه طبعاً. أضيف ملاحظة. فضح. كثير من الإخوان بقول لك طيب المخصص لمقعد المسيح هو هل م. القوائم اللي ما تجاوزت العتبة إذا كان جايبة أصوات كثيرة ممكن تفوز هي ما بتفوز. م. ما بتفوز. لا يوجد تنافس م. خارج إطار القوائم التي تجاوزت العتبة. إذا حتى المقاعد المقاعد المسيحية أو الشركس أو الشيشان من القوائم التي تجاوزت العتبة بالحالتين بالمحلية تمام. أو بالعامة بالعامة تمام كيف نخصص أو كيف نعلن فوز المقاعد أو من فاز على المقعد الشيشاني والشركس أو المقعد المسيحي المقعدين المسيحية كيف وجوده بالقائمة تراتبيا يعني م. إذا واحد من إخوان المسيحيين كان رقمه أربعة م. وفازت القائمة خمسة هذا تنافس مم. ما بنحسب على الكوتة أو على المقاعد المخصصة للمسيحيين. لا هاي بدها توضيح. سيدي. تمام. المسيحي. تمام. والشيشاني والشركسي، نفرض أن هنالك شخص مسيحي ترشح رقم اثنين. تمام. بالقائمة العامة، نحن بالقائم العام. بنحكي العامة. العام. تمام. وفازت القائمة بثلاثة. هو حكما فاز، وهذا تمام. تنافس. تنافس. ما بنحسب، لذلك ستجد من إخواننا المسيحيين أكثر من المقاعد المخصصة لهم. تمام. والشركسي والشيشاني نفس الشيء، إذا جاء بمركب موقع او مرتبه متقدمه وفازت هذه المقاعد اللي هو موجود فيها واللي وراه بكون تنافسه او فاز على التنافس على التنافس لا يحسب من القوائم المخصصه تمام كيف احسبها بعد ما احسب القوائم الثانيه بعد ما اخلص ال 38 مقعد مقعد باجي لل باجي لوجود هذا المرشح ترتيبه بالقائمه, بالقائمة. التي فازت كل مكان متقدم يعني نفرض قائمتك جابت نص مليون م. وانت عندك رقم سته م. وانا جبت مليون وعندي رقم سبعه م. بفوت ابو الرقم سته تمام ما له دخل بقديش جابت جابت اصوات اصوات بتجيب قديش ترتيب. وترتيبه بالقائمه قديش بكون متقدم قديش بكون فاز تمام نيجي سيدي للقائمه اهم شيء وضحت للاحزاب هاي مشان بكره والح... ما يسووا دربكه عند النتائج والح... انا فزت وانا اعلى و... وانا مش اعلى انت يعني وضحناها يعني... بالاعلام تمام. وضحناها بشكل شخصي من تمام. خلال تمام. اتصالات وهم. صحيح واضحه بهذا وجاهزين اليوم وبكره وعلى مدار الساعه اي ايضاح يتعلق في عمليه احتساب النتائج احنا تحت الامر وحتى بموضوع الافصاح المالي تلفوناتنا وهاتفنا موجوده مع كل ممثلي القوائم طبعا. والله محتفظ. العظيم نتعامل اليوم احدى البنوك تاخر في صرف دفتر شيكات لقائمه قلنا له اصرف وثبت الفواتير يعني مراعاة لهم ما قبل فتح الحساب مش في كان انفاق صحيح سمحنا لهم بادخاله ضمن الموازنه او القانون سمح لهم تمام تعاوننا معاهم وتسكيره بموجب فواتير تمام يعني العمليه سهله واحنا جاهزين للتعاون مش جاهزين يعني ما عندنا النوعيه الساديه جايين نعقد الامور على الناس نتعامل بروح القانون وليس بالاحكام الحرفيه للقانون عمليه احتساب القائمه المحلية بدايه العتبه هناك 2.5 هو انا بنحكي عن 7% سبعة 7% سبعة التعديل اللي صار راعى نظام النسبيه، اسمه نظام النسبيه، لا يجوز طبعًا. ان تستاثر قائمه بكل المقاعد، طبعًا. لذلك من اسمه نسبي. طلب مجلس النواب بتعديل القانون وراعت بعض المقاعد او المقاعد المخصصه في ثلاث محافظات في الى حد ادنى لاحتساب العتبه، م. اللي هي العقبه، مادبه، عجلون، مقعدين تنافسيات، وباقي الدوائر طبعا مع البوادي انا بحكي تمام البوادي باقي الدوائر الانتخابيه المحليه يجب ان يكون حد ادنى ثلاث ثلاثه ثلاثه، السبب م. في ذلك انه لها اكثر من ثلاث مقاعد و... و... وطالع، ايضا نفس الشيء، قوائم اللي تتجاوز العتبه باخذها باخذ مجموع ما حصلت عليه من اصوات اللي تجاوز العتبه هو المقام، كل قائمه اضربها بعدد مقاعد التنافس م. ما بضربها بالتوتال تطلع منها ايضا الكتات يعني محافظة إكس إلى سبعة بضربه بسبعة محافظة إلى أربعة بضربه بأربعة فبيطلع قديش أنا بيطلع, عندي رقم مفعت. وكسر وعلى البواقي تمام بتعامل معها نفس الشيء الفرق هون بالكوتات هي التي تحصل على أعلى الأصوات داخل القوائم اللي جاوزت العتبة م. مش على ترتيبها تمام يعني قائمتك جابت عشرين ألف قائمتك جابت عشرة آلاف المرأة اللي معي جابت 9000 المرأة اللي معك جابت 7000 أم 9000 ما لها دخل أيضا بالرقم التوتل العالي اللي بيجيبه القائمة طب والله هذا شوي يعني شوي تعقيد يعني هيك بالحسبة يعني يعني طبعا يعني نرضخ للمشرع بالتأكيد لكن يمكن بهاي الجزئية بس نظام آه. القائمة النسبية مفتوحة مفتوحة مختلف مختلف كليا عن القائمة وبالتالي إذا هي مرت... فلسفة المشرع بارتباطها ب طبيعة النظام 100% هذه, هذه هي نسبية مفتوحة هذه نسبية مغلقة وممارسة سابقة لا نستطيع أن نجتهد وأن نضع خصوصية أردنية بتغيير ممارسات نقول فضلة وممارسات عالمية خاضعة لأحكام القانون الدستوري تمام دكتور بالوقت المتبقي وكثير في عنا أسئلة وتفاصيل لما ذكرت بالحالات وبالمخالفات وذكرت ايضا جزء من الجرائم الانتخابيه آه. ابرز هذه الجرائم اللي مرت على الهيئه وتحديدا فيما يتعلق بالعنف الانتخابي دكتور لانه من المصطلحات اللي آه يعني الـ جديده الـ 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 وصارت اثارت لغط بالشارع يعني للامانه مشكوره الهيئه وزميلتنا مديره وحده تمكين المراه لربما قامت ب بناء استراتيجيه لأول مرة هاي بتاريخ الأردن بالعنف الانتخابي الموجه ضد المرأة الأردنية والعنف اللي بحكي عنه هنا ليس العنف المجرم بقانون العقوبات أو بمفهوم القانوني تمام. نتحدث عن فعل أو منع فعل لسيدة بالترشح آآ آآ الضغط عليها أنها تترشح ضد مثلا قريب إلها أو يمنعها أقربائها أو زوجها في عملية الترشح آآ آآ أنها تكون يعني تدعى الى عمليه الرشوه الانتخابيه هذا اعتبرناه اذا حاولت ترشي هذا عنف موجه ل آه او عنف انتخابي انجاز عنف انتخابي, العنف انتخابي التنمر على التنمر آه. على مواقع التواصل الاجتماعي ايضا عندنا الان ست حالات قيد التحقيق وقيد طبعا. الدراسه وانا بعتقد انه هذه خطوه ايجابيه في تعزيز مكانه المراه وتحسين فرصها بكثير من سيداتنا اهل ضاغطين عليهن حاله التنمر اللي بصير حاله يعني عملوها مع ست حالات ست حالات نعم. ست حالات ست حالات دكتور رائد العدوان بدي أشكرك والشكر دائما موصول لك وللهيئة المستقلة شكرا على تشريفك برنامج مسارات مشاهدينا الكرام شكرا للمتابعة السلام عليكم